النقطة الأخرى وهي المهمة، طيب إحنا بنخرج، لكن بقعدنا مع التجار وغرف التجارة وغرف التجارة المختلفة، قالوا لنا في متأخرات للموردين، يعني في بضاعة خرجت والموردين اللي جابوا لنا البضاعة يعني المفروض ياخدوا فلوسهم النهاردة علشان يقدروا بعد كده يدونا برضو نفس التسهيلات الائتمانية اللي احنا بناخدها، اللي هي بتمكننا ان احنا ندخل البضاعة وندفع الثمن البضاعة نفسها بعد 3 و6 شهور كمان. احنا بالفعل برضو حطينا خطة لسداد المتأخرات تباعا مع البنك المركزي، وبدأنا التنفيذ بالفعل، والنهاردة بنخرج بقدر الإمكان حتى المتأخرات بيتم سدادها، وفي تواصل يومي مع القطاع المصرفي بالكامل علشان نضمن الحركة دي كلها تتحرك. طبعا احنا بنتكلم على فترة كانت متراكمة مش هتخلص في يوم وليلة، ولكن النهاردة بقت في خطة واضحة جدا بنتحرك عليها، وإن شاء الله يعني كل هدفنا إن في خلال الأسابيع القليلة جدا القادمة نبدأ خلاص نخرج من هذه الأزمة اللي كانت موجودة. أنا عايز أقول لحضراتكم في نفس الوقت اللي خرجنا بضاعة بمليار و236 مليون، دخلت بضاعة أخرى جديدة المواني، ودي حركة هتفضل مستمرة، لكن الأهم إن خلاص عجلة الدورة نفسها رجعت تاني كما كانت، لأن ده شيء مهم جدا. جزء أعتقد حضراتكم تابعتوه، ده كان جزء من التزام الدولة وكان سيادة الريس وجه بيه بإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية، وبالفعل البنك المركزي طلع يوم الخميس القرار بإلغاء العمل بموضوع الاعتمادات المستندية كإلزام لبعض يعني السلع والمستلزمات. بالعكس دلوقتي خلاص بقى الموضوع كل مورد أو يعني حد النهاردة مصنع النهاردة حر إن هو يطبق أي منظومة هو كانت موجودة. يعني ببساطة شديدة بنرجع تاني إلى ما كنا عليه في شهر فبراير الماضي من الآليات العمل إن شاء الله، وده اللي احنا بنتابع معاه مع البنك المركزي تطبيق هذا الموضوع.